عناوين الصحف اللبنانية لليوم السبت 17 حزيران 2023. صحيفة النهار: ملف الإخفاق على طاولة ماكرون وبن سلمان. المحادثات الفرنسية السعودية تشدد على الإنهاء السريع للفراغ في لبنان. بلينكن نفى التفاوض مع إيران لخفض التوتر بتفاهم ثنائي. صحيفة نداء الوطن: أوهام وأرانب بري وابو صعب، كوارث محبطة وانتخابات مبكرة. ماكرون وبن سلمان يدعوان إلى وضع حد سريع للشغور السياسي في لبنان. نصاب المجلس العسكري والخطر الداهم على الجيش. صحيفة الجمهورية: ماكرون وبن سلمان يستعجلان الرئيس، لقاء الإليزي، النتائج قريبا، رئاسة الجمهورية ليست تنفيعة. صحيفة اللواء: باريس لمبادرة جديدة تواكب القمة الفرنسية السعودية. فرنجي مقابل رئاسة الحكومة والثلث المعطل وحاكمية المركزي والملف النفطي. لبنان وديمقراطيات الآخرين على شعبه. صحيفة الأخبار: الإنترنت غير الشرعي، حيتان يبلعون ديوك الأحياء. فرنسا تدعم حلا واقعيا لا مرشحا معينا. في بشري حتى جبران قوات. لقراءة أسرار الصحف وللمزيد من العناوين زوروا موقعنا صدى الأرز.com. إلى اللقاء.